غير زعيم. مشان الله لا تأخذني زعيم. ببوس إيدك تسامحني. أول شيء أنا ما عدت زعيم. ثاني شيء أنا مسامحك دنيا وآخرة. يعني رح ترجعني على الفرن؟ فارس مو راضياني رجعك. متضايق منك خيرات الله. حق بإيده. هو أمني وأنا خنت الأمانة. اسمع يا محمد. أنت ولا كأنك تركت الشغل. تقعد ببيتك معزز مكرم، كل آخر شهر بتصلك أجرتك وفوق حبة مسك. بس الله يطعمني وإدرى أنك رجعت للحرام من قريب أو بعيد. سيك روح اشتري لاولادك اكل وشرب شي يكفيك لاخر الشهر. الله يخلي لنا اياك يا زعيم. الله يخليك فوق راسنا ويبارك فيك. شو تاخرت عليك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هات هدول شو عم تساوي؟ بدي اجربهم. طول بالك. طول بالك طول بالك. تعال عندي. لك ليش هيك سويت؟ لك هيك أضمن لي وأضمن لك. بسيطة. الله يعينك يا يعقوب تكون عم تلعب معي. سيكروا. يلا شرف. فارس الله يرضى عليك بكرة بعد سحور لا تنام بوشك على الفرن ويعقوب جاي يساعدك. تبدا بعجنة الخبز وبتسير امور العباد وبس اجي انا بعجن عجنة المعروف. هي صعبة عليك شوي. طيب ماشي. ليلى لازم ننام كم ساعة مشان في عصر. يلا يلا صباح الخير. نوري من اهله تقبرني. نوري تقبر عمتك الهي. بدي اخذ منك اذن. انا بكره الصبح بدي اتوصل على بيتي. لا يا عمتي ليش؟ شو ليش؟ ولك شكيتك لعينك على هالسمعه؟ لك مو عندي اولاد وبده مين يطبخ لهم؟ هلا معقول يا عزيزه ما بتعرف تطبخ؟ بلا بس يعني لا تقولي بس ما. بكره عنا ولا تخليني احلف يمين ترمضني كل شهر عنا. لا مشان الله لا تحلف خلص بكره بس بكره ها بس بكرة. بعد الفطور بدي اتيسر. اسمع ولد اسمعي الله معك وانتم اهلك. لك حاجتك ابعادي ها؟ كل مره بتجي لعنا بتعملي نفس الجواني. لك ليك يا ام نوري والله شبارق ما عم بفارق يوم. يو واذا شبارق ما عم بفارق مبسوطين فيكي. تبرو قلبي والله على عيوني كمان انا بس شو بدي اعمل؟ حاجه بقى حاجه. يي ابني الطول انت. شو صار معك يعقوب ما وصلنا؟ بلا وصلنا وقفوا. وين نحن؟ نحن في دمر. وين عبود؟ هيك جوا. ايه خليك تكي هون انا بدي اعمل له اياها مفاجأة. لا طويل يلا. أمان السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ملي؟ جبت لك معي مفاجأة. مفاجأة شو هي؟ جبت لك ياسين. ياسين؟ لك ليش جبت له؟ أنا حسيت إنك مشتاق له. لك بتقوم بتجيبه له؟ ليش عم تشتغل من علاقة أنت؟ أنا لا ما بس لك بس شو؟ روح رجع روح رجع المحل ما جبته يلا. لا يا ابن خالتي هيك بتستقبل ضيوفك؟ حبيبي ياسين اشتقنا لك يا عبود. وين القمر غايب لهلا؟ طولت علي. لك يا ابو سليم يا ابو سليم حرام اللي انت عم تعمله، حرام تشرب بهي الايام الفضيله، عم اقول لك بكره اول يوم رمضان ما بيجوز هيك. خلصي وليك شو جاي تعلميني شو بيصير وشو ما بيصير؟ لك يا رجال انت ما بتخاف من ربك؟ عم قلك بكره اول يوم رمضان وانت حاطط هالمشروب وقاعد عم تشرب. يا عمى بعيونك يا عمى والله طولان لسانك مو طولان؟ لا طولان لا وفوق عم تعلي صوتك بوشو ليه؟ لا مو طولان لساني بس انا عم بحكي مشانك لازم تخاف ربك يا رجال.
عم تحكي مشاني ولازم انا اخاف الله. هلا عم سليم ما بعرف اخاف الله من عين ما بعرف اخاف الظلم العمى. لك انا كمان هلا متهميني بحريق المدرسه؟ لك يا ياسين قسما بالله مو انا. لك انا لما سمعت انك انت صرت استاذ المدرسه قسما بالله دمعت عيني، كنت راح ابكي حتى اساله ليعقوب، طار عقلي من الفرح. بيتهموني انه انا انزل احرق المدرسه. والله بعرف يا ابن خالتي. بعرف انه مو انت اللي عامل هاي العمايل، بس الشيء اللي راح يجنني مين اللي عم يعمل هيك ويلزقها فيك مين؟ سيدي مو مشكله. طمني خالتي ام ياسين كيفها؟ شو اخبارها؟ كل يوم عم تدعي لك يا عبود، كل يوم عم تدعي لك لحتى الله يفرج عليك ويردك سالم لاهل الحاره. ان شاء الله يا رب. يلا يا يعقوب قوم شان توصلني على الحاره. وين بدك تروح؟ بتسحر بعدين بتنزل. لا دخيلك، شو سحور ما سحور؟ والميمه؟ لا تعمل لي ميمه وعميمه، بتتسحر بعدين بتنزل على الحاره. اي وانا بوصلك وبروح على الفرن، لانه المعلم نوري بده ايانا نشتغل بعد صلاه الفجر مش رمضان. المعلم نوري لكان والله. وطلعت مخبى بثيابك يا يعقوب. واشرب شاي. ساوي لي صحن مجدرة الله يرضى عليكي. والله نسيت قايدة ببالي. مو مشكلة يلا. اللهم اني نويت صيامنا قبل يوم من شهر رمضان المبارك ايمانا واحتسابا لله تعالى. بسم الله سموا بالله. بسم الله. قرب باسم فضائل النبي. اصلحنا واصلح الملك لله. يلا يا ابو احمد. تفضل يا ابو. اي والله من ايدين ما له دم الصحة. خود ابو حميد. يسلموا. يلا تقبلني ليكني اجيت. تعي ادي جنبي، عدي بابا عدي. تفضلي يا عم. عيش وليدين تقبلني. صحة منك. يلا سمو سمو بالله، يلا بسم الله. بسم الله. لا اله الا الله. يلا يا ابي يلا رحيتني شفيق هاتي الشاي معي. اجينا اجينا. تفضلي يا عم. لا تكبسي. لا خلص انت وياها. تفضلي يا عم.
يسلم وتقبرني. صبي الشاي صبي.